هذا أخي يقول أنه كان سابقا يصلي من الليل ويصوم من النهار ويختم المصحف في 3 ليالي، والآن ضعف عزمه وهمته، فما الطريقة؟ أنا أقول أصلا الطريقة التي بدأت بها خطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حب العمل إلى الله أدومه وإن قل. كان حب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ديما. فلما يأتي واحد لفترة وجيزة كل 3 أيام يختم مصحف ويصوم يوم ويفطر يوم ويقوم الليل، ما يستطيع الاستمرار. فإذا انقطع وجد أن فيه ضعف، وأنه تراجع، وأنه قد ترك الدين، وأنه ماله لأن ينحرف. أصلا البداية خطأ، أنت لم تتعود على القيام، ولم تتعود على قراءة القرآن 3 أيام تختم فيه 3 ليالي، ما عندك هاي القوة، ما عندك هاي الهمة. فلذلك أنت استعملتها في فترة يعني أنفذت ما عندك من الطاقة والوقود، فبعد ذلك تورط. لا، خليك على وتيرة يعني معتدلة مناسبة، تستمر بإذن الله عز وجل، وهذا أحب إلى الله كما قيل، يعني قليل دائم خير من كثير منقطع. فأنت حتى تعود الآن ارجع إلى الطريقة الصحيحة، أنك تأخذ من الليل ما شاء الله لك أن تأخذ، وتصوم ما شاء الله لك أن تصوم، وتختم القرآن بالشهر مرة، بالشهرين مرة، في 7 ليالي مرة. إذا أخذت قدر معتدل على قدر طاقتك ووقتك وهمتك ستنجح بإذن الله وتطبق السنة في ذلك، والله أعلم.